أعلن مصدر أمني مصري مقتل 3 من عناصر الأمن وإصابة 10 أشخاص من بينهم مدنيون جراء هجوم استهدف نادي ضباط الشرطة بمدينة العريش شمالي سيناء. وأوضح المصدر أن الهجوم نفذه انتحاري اقتحم الحواجز المحيطة بالنادي بواسطة سيارة مفخخة قبل تفجيرها، وهو ما أسفر عن وقوع ضحايا من الشرطة والمدنيين. وأعلن موقع مقرب من تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية جماعة ولاية سيناء عن الهجوم قائلا إن العملية تأتي ردا على اعتقال السلطات نساء من قبائل سيناء.